بداية خلينا نتكلم عن التحديات اللي تحدث عنها الرئيس. طبعا إفريقيا يعني لديها نوع مختلف من المشكلات، وربما كل منطقة في إفريقيا لديها تحديات مختلفة. كيف ننظر إذن لهذه المنطقة أو هذه القارة ككتلة اقتصادية واحدة مع اختلاف التحديات؟ طبعا أهم حاجة في رسالة مصر إن مصر دلوقتي بتتكلم برسالة شاملة، رسالة شاملة وثابتة بتربط ما بين المصالح المشتركة ما بين الشركاء الدوليين والشركاء في القارة. بمعنى إن مصر رسالتها أول حاجة تحدث عنها سيادة الرئيس هي المخاطر الأمنية والسياسية اللي موجودة في المنطقة، اللي هو الجيوبوليتيكال ريسكس اللي متصلة بأي عملية تنمية وعملية نمو اقتصادي. فالارتباط والاطلاع الشركاء الدوليين بمهامهم والاستثمار في الحد من هذه المخاطر هو اللي بيعظم الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وكل الموضوعات اللي احنا كلنا بنتكلم فيها. فدي أول نقطة، إن مصر رسالتها شاملة ومتكاملة فيما يتعلق بالحديث عن مخاطر القارة. النقطة الثانية هي إن الحقيقة في فرصة ذهبية لدى القارة في تعظيم فرص الاستثمار المتاحة لديها من اهتمام كافة الشركاء الدوليين. يعني لو حضرتك شفتي بريطانيا حاليا بتشرع في تعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة ليها داخل القارة، تباعا مع الصين، تباعا مع تيكاد اليابان، وروسيا. كل الدول دلوقتي مدركة ان في فرص استثمار عظيمة داخل القارة. المهم جدا احنا لينا كأبناء قارة افريقيا ان احنا نحول هذه الفرص الاستثمارية الى استثمار فعال يحقق انتاج وتعظيم الانتاج والتشغيل. ودي التحدي الاكبر في المساله دي، لان كل شريك استراتيجي من الدول دي بيبقى عنده اهدافه الاستراتيجيه في الاستثمار في افريقيا. زي بريطانيا مثلا، بريطانيا دايما، وكان وزير التعاون الدولي النهارده في حديث لي بيؤكد على ان بريطانيا مركز للمال في العالم، مركز رائد للمال في العالم. فتصدير الخدمات المالية ده شق من عمليات الاستثمار، بس مش الشق الأوحد، لأن احنا محتاجين نستخدم هذا الشق من تعظيم نفاذ التمويل وسبل التمويل المختلفة لتعظيم العملية الإنتاجية داخل القارة. بالضبط، بريطانيا ممكن يكون لها دور مركزي ومحوري في هذا الأمر بالخبرة الطويلة للمؤسسات المالية في هذا الشأن. لكن اللي بيلفت نظرنا أنه في الفترة الأخيرة، في الشهور الأخيرة، تتعامل الاقتصادات الكبرى مع إفريقيا ككتلة واحدة وليس مع بلد، مع كل بلد على حدة. حضرتك رأيك كيف ده؟ هل هذا يعظم من فرص هذه الدول، ولا هو أفضل لأنه أصبحنا في منطقة مشتركة، منطقة تجارة مشتركة؟ أعتقد أن في عنصرين للمسألة دي، أن الدول دي كلها بتشتغل أعتقد بصورة فردية وبصورة مجمعة. بمعنى أن أعتقد مصر كان لها دور فعال جدا الفترة اللي فاتت في ريادة المنطقة وقيادة السياسية، التحركات بتاعتها فرقت بشكل كبير جدا في تعظيم رؤية أن احنا تكتل اقتصادي موحد، وأن احنا بنشتغل مع بعض فيما يتعلق بالتجارة البينية، فيما يتعلق بتعظيم حتى الاستثمارات المتبادلة ما بين القارة، علشان كل ما كان التكتل أقوى كل ما كان فرص تعظيم الاستثمار على مستوى التكتل أعظم لكل أطراف التكتل الاقتصادي اللي هو موجود في أفريقيا كدول القارة. النهاردة كان فيه 21 دولة بيمثلوا 80% من اقتصاديات الدول القارة الأفريقية، وده بيعكس أن بريطانيا دلوقتي بتنظر إلى القارة ككتلة زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي، بس ده لا يعني أن هم ما بيتعاملوش مع الدول فرديا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية. احنا دورنا بقى كأبناء القارة ان احنا نعظم عملية فكرة التكتل الاقتصادي ده من خلال الاتفاقيات اللي تمت الفترة اللي فاتت، ومن خلال التنسيق المشترك،
ودور الاتحاد الافريقي بحيث ان احنا نعظم القيمه المضافه اللي ممكن تتوزع داخل القاره. خليني ارجع مره ثانيه مع حضرتك لمساله التمويل، وتعبير التمويل المستدام تكرر كثيرا في هذه القمه، ماذا نعني بالتمويل المستدام؟ اعتقد التمويل المستدام بيرتبط ببعض الارقام الجوهريه اللي داخل القاره. لو احنا بصينا على المؤشرات التقديريه والتقييمات المختلفه نقدر ناخد بعض المؤشرات اللي هي بنسب تقاربيه. القاره محتاجه حوالي 20 مليون فرصه عمل سنويا لغايه العام 2035 علشان تتصدى لمشكله البطاله. القاره محتاجه ما يوازي اكثر من 130 مليار دولار سنويا استثمارات في البنية التحتية خلال العشر سنوات المقبلة علشان تواجه التحديات. 50% منها في فجوة تمويلية محتاجة تعظيم سبل والفرص المتاحة للتمويل لسد هذه الفجوة، يعني اللي متاح حوالي 50% من 130 مليار دولار سنويا. حاليا لو بصينا للمستثمرين المستهدفين داخل القارة، احنا بنتكلم على حوالي 200 تريليون دولار متوقع انهم يكون قيمة الأصول اللي بتسيطر عليها صناديق الاستثمار السيادية وصناديق المعاشات وشركات التأمين في من خلال الاستثمار في أنحاء العالم. هدف اللي المفروض نركز عليه هو الحصول على أكبر نسبة من هذه الاستثمارات، بأن احنا نركز على ترويج الاستثمار لدى هذه الجهات اللي في إيديها الأموال دي. إضافة لده لو بصينا على بعض المؤشرات الهامة اللي بتدي انعكاس إيجابي عن القارة، أن نسب الإخفاق في سداد المديونية لدى القارة بلغت 2.7% في خلال ال 25 سنة اللي فاتت برغم كل التحديات اللي موجودة في القارة. فده مؤشر إيجابي، وأعتقد كان صادر عن مؤسسة موديز في الكريدت ريتنج لعمليات سداد الديون داخل القارة. فكل المؤشرات دي زائد نفاذ بعض أدوات الدين اللي بيتم قيدها مثلا في بورصة لندن، مصر كان لها تجربة، كينيا مؤخرا، كل العناصر دي بتتيح مصادر متنوعة للتمويل سواء للقطاع العام أو للشركات القطاع الخاص اللي هي بتدفع عملية التنمية بشكل مباشر.